لما قلنا نعم عن الصفر جل باش الناس يستفدوا اكثر وياكلوه في وقته، نعم واش ممكن اننا مثلا نخزنوه نعم في المجمد نعم وناكلوه مثلا في الشهور أكيد المقبلة؟ أكيد ممكن، علاش لا ممكن. نعم. يتقطع ويتهيئ ويدار مثلا في واحد، يلفوه في واحد الورق، يديروا الورق عادي، يديروا البلاستيك، ما يعملوش في البلاستيك مباشرة، مشكلة كبيرة داك يلفوه إما البلاستيك. في ثوب، لا يلفوه في ثوب زيف، زيف. يلفوه في ثوب عادي، يعملوه في ديك البواطا ولا يعملوه في كيس بلاستيكي باش ما يكونش الكونتاكت، باش ما يكونش متصل مباشرة متصل مع البلاستيك. مع البلاستيك. نعم. هذا يعني سفرجل من الناحية عليا، يعني قلنا كل شيء ولكن ما قلناش واحد الحاجة مهمة، لأن نعم. عندنا شريحة ديال المجتمع فيها ناس كتار، يعني كاين الكبير كاين الصغير كاين اللي رياضي كاين اللي ما يعرفش. الرياضيين كنعرفوا بأن النصيحة الطبية العالمية هي الموز، هي الموز، هي الموز. هو عكس أن الرياضيين خص لا الناس ديال التنس ولا ديال الفوتبول ولا ديال كرة القدم، أو أن مثلا الرياضات نعم الأخرى أنهم يكون كالكاراتيه نعم وكالجودو أن شريب العصير ديال السفرجل بعد الرياضة ممارسة هو الرياضة. كيرجع للجسم الأملاح المعدنية أسرع من الموز. عجيب. لماذا؟ لأن الموز فيه بوتاسيوم، السفرجل فيه بوتاسيوم، مزيان القلب. والسفرجل فايت الموز بالأملاح الأخرى، إذا كيكون واحد وفيتامين نعم فيتامين بي بي مع فيتامين سي مع البيكتات، وفيه 4% بروتين. يعني وعلاش دكتور قاطعك نخلطوا السفرجل مع الموز؟ لا ما يمكنش سفرجل مع ماء معدني ويعطيوه للرياضيين، أبدا. يعني لا باش ما نبقاوش يعني هما الناس عليين، هذاك البنان عنده واحد اللون اصفر وكيجلب الناس وعنده ديك الرطب وكياكل، هذا فقط فقط. فقط. علاش؟ لان طبعا الاكل ديال الموز ماشي هو الاكل ديال السفرجل، ما لا يقبل، ماشي بحال إذا الفرق الموز ساهل ورطب مزيان دغيا ياكلو، دغيا المذاق ياكلو. ديالو جيد وعنده واحد النكهه في أهل. اما سفرجل لا ما يقدرش، ولو كان هاد يعني الرياضيين الفرقه نطحنوه ديال مع الماء. فرقه الكره ولا مثلا دوك الرياضات الفرديه بحال كما قلتي الكاراتيه ولا حاجه اللي دار مارسي، ولا بحال مثلا الناس اللي كيديروا تنس ولا اي رياضه، ولا حتى الفروسيه ولا حتى الدراجه، بحال هذوك الناس اللي كيديروا الدراجه، لان الدراجه هي الرياضه اللي كتكون طويله. الدراجه ملي كيكونوا مثلا شي مسابقه شي كيكون 4 سوايع و6 سوايع، لا كتكون طويله، ماشي بحال يعني هي اطول الرياضيات هي الدراجه، يعني حتى الرياضات. الفروسيه ما طويلاش، الفروسيه عندها 15 دقيقه بعض المرات كتمشي حتى ل 20 دقيقه، ولكن الدراجه راه كيمشي مولاها حتى ل 4 سوايع و6 سوايع. فعلا. يعني عنده واحد فمن بعد ما يريح ويرتاح يشرب عصير سفرجل جميع يقطع الرياضات. نعم مسافات. لماذا؟ لان هي فيها شويه لازوت بروتينات، وفيها بوتاسيوم مرتفع مع الاملاح المعدنيه خصوصا مونغانيز مغنيزيوم اللي كيعطي تونوس ديال 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 الميسكل ديال العضلات، ثم فيها فيتامين سي، ونعرفوا بان فيتامين سي بالنسبه للرياضيين هي جيده، علشان فيتامين سي كيعطي تونوس. هذا الملخص اللي غنقول هو ان كل الاملاح المعدنيه كاينين في السفرجل، فيه مكونات بحال البيكتات، مكون البيكتات كيتجمع مع الحمضيات العضويه اللي كيجمع هذاك الميسكل، هذيك النسيج ديال الجهاز الهضمي من الفم حتى المستقيم، ثم انه كيغسل هذا الجهاز الهضمي وكيضمض الجهاز الهضمي خصوص النزيف، كيقي من النزيف الدموي الداخلي اللي كيكون في الجسم. ثم الناس اللي عندهم مثلا مشكل من الكونستيباسيون، يعني من امساك حتى الحريق في المعده، ولا اللي كيرجع الماكله، خصوص الناس اللي كيرجعوا الماكله، اللي كيرجعوا الماكله اقولها مرتين اللي كنسموها الفرنسيه، يعني عندهم ارنيه طال، هادو يتناولوا العصير ديال 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 السفرجل ديال السفرجل بكثره، يحاولوا مفيد. يستافدوا منه ان شاء الله. وحتى الناس اللي باغيين يعملوا كلينس، اللي باغيين يغسلوا الجسم ديالهم، بحال اللي عنده مراره عامره ولا اللي عنده اشياء هكذا، فهو كيدخل في الديتوكس، كيدخل في الكلينس، اللي بغى يغسل الجسم ديالو ياخذ تناول عصير السفرجل مع الماء باش يكون طازج، لان ملي طازج. كنطحنوا مع الماء كيكون طازج، كنستافدوا طازج من الانزيمات، وكيستافدوا واللي عنده اكثر. حموضه شويه ناقصه في المعده يتناول هذا السفرجل اثناء الاكل، مع الاكل ماشي يعني مع الاكل، باش يسهل الهضم ديالو باش يزيد، لان هو فيه مكونات غذائيه وفي كيلعب الدور ديال مغذي ومسهل للهضم في نفس مسهل. الوقت، سبحان يعني الله. عنده هذه المزية. إذا غادي ننصحوا حتى مخرجة البرنامج إيمان مزاحم، اللي هي طبعا الدكتور إلا ما كانوش كيعرفوها المستمعين، بطلة في الكاراتيه، نعم تشرب فازت السنة العصير، الماضية بواحد ميدالية فضية، يعني نعم لعبات مع واحد الأبطال دوليين، وكانت هي طبعا من الفائزات. نعم وغنصحك تاخدي وحتى عصير التوب، عصير السفرجل. حتى الرياضيين المغاربة ملي يمشيو يسافروا لشي دولة في شي نعم. تظاهرة دولية خاصهم يوريو القوة ديالهم في كل شيء، يبقاو ياخذوا معهم منتوجات مغربية يديوها معاهم في الطائرة، هذا يديوها معاهم، جيد. نعم نعم فعلا. وباش يقولوا اللي مر عندنا في المغرب السفرجل وعندنا طرقنا في العيش، نعم ما يبقاوش مخلوعين من هذا مابقاش العالم، لان مخلوعين. راه خاصهم يوريو القوه ديال المغرب في جميع الاشياء، راه عندنا حتى في التغذية اللبس، ديالنا حتى في اللباس اللي كيمشيو لابسين خاصهم يلبسوا لباس مغربي عريق مغربي طبعا، باش باش يبان كيمثلوا واحد الصوره الدولة، دولة المغرب.